تولي جنة بنفس المناسبة، أنت قلت عندما تولي الجبهة الشعبية وتسد السلطة، خلنا نسأل، كانك تشد الجبهة الشعبية السلطة، إيش تعمل في غلاء الأسعار؟ ثم اثنين، شنو موقفكم اليوم من التخفيضات اللي أعلن عليها مؤخرا السيد عبد الوهاب معطر وزير التجارة؟ بالنسبة للتخفيضات الحقيقة ضحك، فهمتي، دوره في الياغورت وشوية بطاطا ومعناها توا كان نقصنا تقول تولي تنقيص يضحك، كان قاعدة السوم هو بيدو تقولوا كيفاش الأسعار غالية، كيفاش نعمل مش هذا، مش هذا. الجبهة الشعبية طرحت، عندها طرح المسألة هذه. علاش نقول، لأن نقول لك شيء يضحك، لأني شفت ردة فعل نتاع المواطنين، ردة فعل نتاع المواطنين يقول لك بالضبط شنو تأثير التخفيضات هذه على جفتي. واقعيا إذا كان جيت تشوف اللي عندنا في تونس، السمي قداش؟ 320، الأجر المتوسط 400 500، لكن سي فوزي راه ثم انا شفتها بعيني، ما صدقتها الا ما شفتها بعيني، ناس ياخذوا في 95 دينار وياخذوا في 100 دينار في الشهر، ونساء يقوموا الاربعه نتاع الصباح، شفته بعيني الشيء في الدراري. بالاضافه لكونه عندك ما شاء الله عندك 800,000 بطال حتى ما عندهمش منها دخل، وتزيدهم اكلي عندهم اعمال هامشيه واللي هم شبه بطاله، نوصلوا راه فوق 30 معناها في المئة، تجي انت تنقص شويه هذيا، هذه مش تنعكس على 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 حياتهم، ما تنعكسش على حياتهم، لانه لازمنا ساعه خلينا نفهموا منين جاي غلاء الاسعار. منين جاي؟ هو غلاء الاسعار منين جاي؟ غلاء الاسعار اولا وقبل كل شيء، لان الحكومه هذه مش هي وحدها، حتى من حكومه سي باجي قايد سبسي من وقتها ما تلفتتش للجهه اللي لازم تلفت لها، لانه سي فوزي اللي ما ينتجش الثروه في بلاده منين مش يجيب؟ شاب تجيب من برا ولا؟ احنا نجيبوا 60% من المواد الغذائيه من برا، واحنا في مطمورومه في بلاد فلاحيه، وعندنا هناشر قاعده فارغه، وعندنا فلاحه قاعدين ملوحين، وعندنا اصحاب شهادات عليا في الفلاحه وقاعدين منها بطلوا ما يخدموش منها، ما يخدموش الارض. اللي ما ينتجش يروا في بلاده مش يجيب من برا، الاسعار مش تطلع. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه اللي هي متعلقه بالاحتكار. الاحتكار، نعطيك مثال بسيط، الصيف الطماطم، نحن طماطم في الصيف اللي فات نتذكر في سيدي بوزيد في الشمال الغربي في الشمال الشرقي تتلوح، بعد يجي وزير الفلاحه يزيد 100 مليم في الكيلو، وطماطم قاعده تلوح. ثم ناس حتى محدث، اولا ثم ناس يحتكروا في وقت من الاوقات، تذكر عملناه ولا 2011 الحليب تبزع، تلوح الحليب، وهذا يتوسط كل يعرفوه. الاحتكار لابد من مقاومه منها الاحتكار. عندك كذلك الوسطاء، الوساطه، لكن الوسطاء اللي يطلعوا محتكرين ووسطاء. انا مشيت لجهه الكريب ولد عمناول، قالوا لي يا سيدي هوا القراع الاحمر والفلفل، القراع الاحمر رانا يجوا ياخذوه من عندنا ب 100 مليم الكيلو، نشوفوا فيها عندكم في تونس مرات ما بين 1500 ولا 2000. الفلفل ياخذوه من عندنا في شهر جويليه ب 150، نشوفوا فيها عندكم ب 1300. شنو هو هالمشكله هذه؟ بالاضافه الى ذلك قضايا اخرى، مثلا بالنسبه للبطاطا، انا ناقشت مع فلاحه في جهه المكنين، قالوا لي راهي المشكله قضيه البذور، اذا كانت الدوله ما تخمشي في البذور، ما عندهاش خطه للبذور، مش تبقى مربوط بالخارج، ومش تبقى ديما الاسعار ما طالعه. القضيه كذلك نتاع العلف، عندنا سياسه نتاع علف، نحن في تونس معليش السياسه نتاع علف راه، وطبيعي جدا اذا كان انت البقره اللي عندك والشياه اللي عندك هاو مش يشروا فيها من ليبيا، هاو يهجروا فيها من مش عارف وين، هاو غيرها. خي سامحني مش نقول لك حاجه، انا ناقشت مع واحد هولندي قال لي انتم ما فهمتوش الدرس اللي نحن فهمناه عن الزقرون، قلت له، قال لي كيفاش تحبوا بقره تعطي برشا حليب وما تاكلش؟ البقره باش تعطي برشا يلزمها تاكل، وبالتالي يلزم الدوله تكون عندها سياسه منها نتاع علف اكثر من هكا. بالنسبه للقضيه نحن شكون اغلبيه الفلاح نتاعنا؟ عندنا فلاح صغار ولا 85% فلاح صغار. اذا كان ما تلفتش ليهم انت الفلاح الصغار هذاك، اذا كان ما تنحيلهمش المديونيه، اذا كان ما تعاونهمش الكهرباء نتاع الابار مثلا في سيدي بوزيد، اذا كان ما تعملش اكثر من هكا، المساله هذه نتاع حلان القضيه العقاريه في تونس. الناس اللي عنده ارض به، انت حكيت مع الفلاح الصغار، حكيتش مع الفلاح الكبار ال 15 ولا 20%؟ سي حمد لا، حكيت معاهم زاد، هذوما حكيت معاهم ما تنتعش هذوما، لانه اغلبيتهم هذوما اليوم الاغلبيه الساحقه نتاعهم كبارهم، يقولوا ماذا بينا نبيعوا اراضينا ونخرجوا. علاش
كل صراحة سي حمى مع احترامي لكل القوى العاملة اليوم في البلاد لأنهم عندهم أشكاليات كبيرة اليوم مع العاملين اللي يخدموا في الأرض هذيك باعتباره أنه بعد الثورة حتى العقلية تبدلت وحتى يعني الروندمان بتاع الخدام في جني غلة ما أو سجرة ما أو حاجة يعني فما فرق بعيد بين إش كان يخدم قبل وإش كان يخدم توا. لذا أغلبية كبار الفلاحين اليوم عندهم مشكلة كبيرة مع العقلية مع بتاع العامل التونسي أيضا اللي لزمنا نتوجه له هو بخطاب باش نحثوه على العمل والمثابرة ومواصلة العمل لأنه قوته من هذيك الأرض هذيك وعيشته من هذيك الأرض. أكثر من هكا نقول بن علي ضرب حاجتين في تونس، ضرب قيمة العمل، العمل ما عادش عنده قيمة في تونس، ونقول هكا في المجتمع التونسي راه مانيش ندافع على الخدام حتى ولو كان يكون غلط، العمل في تونس كقيمة ما عادش عنده قيمة. تعرفش علاش؟ على خاطر تجي تلقى واحد قريب من الرئيس ما يخدمش وملياردير، راس القرطلة وقت يكون خامش يكون عنده انعكاسات على الفهمت من حال البقية، ما عادش المجهود يكافئ وتلقاه إنسان يخدم زاد من الصباح لليل ولا يكافئ ولا في عود العمل وفي عود الجهد ولا سي فوزي راي تطبير الراس. هذه الحاجة ولا اللي يخدم مرات حتى يقول والله مسكين قاتل روحه بالخدمة. الحاجة الثانية اللي ضربها بن علي اللي هي قيمة العلم المعرفة التعليم، ولأنه رب التعليم عنده علاقة بالعمل مباشرة التكوين. لا سامحني تجم تلقى انت اليوم سهل باش تلقى بناي ولا سهل اليوم باش تلقى لحام ولا باش تلقى نجار ومعناها ولا غيرها. اذا كان نحن باش نصلحوا لابد واننا نبداو نصلحوا راهو برشا حاجات مع بعضهم. الشيء هذا التصليح هذا راهو ما صارش الى حد الان. علاش ما صارش؟ لانه كان من الضروري وانك تعمل مشروع جديد وتحط الاسس نتاع مشروع وطني جديد اللي بطبيعه الحال يكون مرتكز على شنو؟ مكافاه العمل، الخدام كي يخدم كافكو. سي حمى نرجعوا حوصل حتى اللي قلت الكل وهنا تبعني قضيه التسامحني ما جبتش على التهريب زادة في حكايه الاسعار توا على التهريب. انا نطرح سؤال، البارح كنا عارفين مشكون جماعه التهريب، لان كي نحكي التهريب نحكيش المهربين الصغار القاب يشدوه ينحولوا 500 دينار ولا مليون يبقى فهمتي يولي واحد، اما المهربين الكبار وقت بن علي كنا عارفينهم الطرابلسيه او غيرهم. اشكون شد بقعتهم اليوم؟ شكون حسب رايك شكون شد بقعتهم؟ شد بقعتهم ناس والناس الجد هذا مشكون قاعد يشجع فيهم؟ الدولة قاعد تشجع فيهم. دولة دولة ايه علاش قاعد تشجع؟ لان هالدولة ما خذتش موقف صارم من هالقضية هذه. وانا نسأل ونطلب من الاعلاميين يمشوا يحقوا خلي يورونا شكون هما الاباطرة نتاع التهريب معناها من جديد، ماذا بينا نعرفوهم نحن؟ دولة غير قادرة. خيش الجماعة مشاو جماعة قدم جاونا فهمتي الجماعة جد شدوا بقعتهم. ولهنا حبيت نوضح راهو بالنسبه لي انا ما نقصدش اكل المهربين الصغار ولا اكل البياع الصغار، لانهم دائما وابدا هذاك ميلوجوا على مصدر التعيش، وانا ناقشت معاهم في منصب بي وناقشت معاهم في عده اماكن من اخرى. تعرف ايش قالوا لي؟ قالوا لي نحن نحبوا نولوا نخدموا بالقانون، وانا هي تعطيني خدمه كريمه وخدمه نجم نصور منها مصدر التعيش راني مسعد واحد. ولكن المشكله تاعنا دائما وابدا في اكل كبار اللي وقت نجي نشوف القانون معناها تاع الجبايه ولا نشوف الميزانيه ما نلقاش اللي حكومه سي حمادي الجبالي وحكومه سي العريض خذات اجراءات لمواجهه المساله هذه.